هذه قاعدة الوتي، الله أكبر ولله الحمد. ها هي قلب قوات الوتي، الوفاق تسيطر الله بشكل أكبر كامل ولله الحمد. على تم قاعدة تحرير الوطية قاعدة الوتي، الجوية فيما فرت الميليشيات الله أكبر. المتحصنة بها، وهو ما أكده أمير غرفة العمليات بالمنطقة الغربية اللواء أسامة جويلي. تلك القاعدة التي فرضت عليها قوات بركان الغضب حصارا منذ سيطرتها على مدن الساحل الغربي في 13 من شهر إبريل الماضي، في الوقت الذي استمر سلاح الجو في استهدافها وتدمير أسلحة وذخائر الميليشيات المتحصنة بها. قاعدة الوطية التي تمتد على مساحة 10 كيلومترات تقريبا، وتبعد عن العاصمة طرابلس مسافة 160 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، تعد كبرى القواعد العسكرية في ليبيا، حيث تسمح لاستيعاب وإيواء 7000 عسكري، وتعد القاعدة العسكرية الوحيدة التي تستخدم للطيران العسكري فقط. وأنشئت القاعدة عام 1942 من قبل الأمريكان عقب الوصاية الدولية الثلاثية على ليبيا، وتم بناؤها على أساس تحصينات التضاريس الجغرافية بالإضافة إلى إنشاء تحصينات خارجية. هذا وأكد وكيل وزارة الدفاع صلاح نمروش لليبيا الأحرار أن دخول الوطية جاء بعد التنسيق وأخذ الإذن بالتقدم من قبل القائد الأعلى للجيش. من جهته قال رئيس الأركان الفريق ركن محمد الشريف إنهم يستعدون لتحرير جنوب طرابلس وترهون بعد السيطرة على الوطية. وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي عقيد الطيار محمد جنونو قد أكد تدمير سلاح الجو لمنظومة دفاع جوي بانتسر روسية ومنظومة تشويش إلكترونية كانت في طريقها لدعم ميليشيات حفتر الإرهابية بالمنطقة 6 كيلومتر. وبعد السيطرة على قاعدة الوطية الجوية التي تعد آخر الحصون العسكرية لميليشيات حفتر بالمنطقة الغربية والسيطرة الجوية الكاملة من سرت شرقا إلى الحدود التونسية غربا، ترن العيون إلى ما تخطط له قوة الوفاق في قادم الأيام.